قال لك حان وقت الحصاد، حان وقت الحصاد. الموسميين لي سيزوني غادي يبداو يبانو. دوك صحاب تنسيقيه قالوا ابي تحت الشجره حتى تثمر. كاين اللي فعلا ما يبان حتى تطيح البقره، اللي قال لك تتكثروا الجناوه، اللي تي تكثر الجناوه ملي تيسمعوا شي حاجه وتدور الو ابي تحت الشجره، تيلي كوموند ريموت كنترول، اللي تيخرجوا هادوك ما عمرك تعول عليهم، لانهم الريح اللي جا تيديهم. اغلبيه تيكون غير من اجل المصلحه، وراكم شتو تيطلعوا علاش على فيلا كاينه شي اخبار اللي تتسابقوا ليها، بغيتي دير لهم شي طعم وبغيتي تجبدهم دير لهم شي ايمو، وخدم كانك تتسخر لهم وتجيب لهم الاخبار وهما جالسين تحت الكاشه والمانطا وتضربوا في البرارد ديالتي وانت جيب لهم الاخبار. لا ولا اكثر من ذلك، سير انت حل لهم المشاكل ديالهم، حل لهم المشاكل ديالهم وجيب لهم النتائج والهام الكحل وهما جالسين ناسين حقا باش يرضاو عليك وباش يعني يتبعوا لك القناة ديالك ولا الهم الكحل ديالك، وباش هما تياكلوها باردة، ياكلوا الشوك بفم الآخرين. فمن هنا أقول لكم، والقول اللي تنقولوه هو اللي تهبط على أرض الواقع. علاش؟ لأننا ما ناعسينش متبعين. أما اللي تخرجوا باش حقيت يجيبوا الأخبار، هذوك راه عندهم أجندة ديالهم وهو التجنيد، ويدخلوكم في ديك البلاصة ديالهم، ديك النقابة ديالهم، تيحوزوا فيكم. لأن النقابات المركزية اللي هي مثلا الآن هي اللي تتحاور مركزيا، فخصهم هادوك المركزيين هم اللي خرجوا يقولوا اش كاين، ماشي يتخباو بالسكرتاريات وبالفروع، ماشي يتخباو بالفروع، خصهم هم يخرجوا يقول لكم اش كاين. لان احنا فين دابا؟ في وقت التفاوض، خصكم تعرفوا ما معنى التفاوض. اذا مني داخلين الان، مني دخلوا في الجولة الاولى والثانية، الجولة الاولى راهم تقادوا تفاوضوا، دائما تفاوضية هاد المسائل اللي كاينة على جدول الاعمال، وحطوا النقاط اللي غادي تقول لك النقاط على الحروف، حطوا النقاط على الحروف اللي غادي يتفاوضوا عليها. احنا في التفاوض قبل ما تجي تبغي تقلب على الاخبار ولا تعطي الاخبار ولا تدير، وسير فهم بعدا شنا هي التفاوض، شنا هو هاد المرحله اللي كاينين هما فيها، هي مرحله التفاوض. ما هادو اللي جايين يلا صبت بهم الشتاء تيقول لك راه ما عارفينش، كل شيء النتائج معروفه، هذا الحوار الاجتماعي النتائج ديالو والمخرجات معروفه مسبقا، موجه ومحدد في الزمان والمكان. تقدروا تقولوا هذيك الوحدين اخرين متبعينكمش، هاد اللجان للان راه اللجان التقنيه الفرعيه اللي شكلتها الحكومه، وهذوك اللجان المركزيه اللي شكلتها هذيك المركزيه النقابيه، هذه راه ثمار ديالاش، راه المرحله الاخيره اللي خاصه فقط بالتفاوض وفي توثيق داكشي اللي غيتفاوضوا عليه. داكشي علاش دوك وليتو تيهضروا لكم على اللجان التشريعيه، يا راه ثلاثه اللجان اساسيه اللي كاينه، ماشي لجنه زياده في الاجور، لجنه تحسين الدخل. راه كاين اللي ما تيعرف الليف من الزروطه وتيخرج عارف مو ما قال،
لجنة تحسين الدخل. هذه الزيادة في الأجور هي داخلة في لجنة تحسين الدخل. مراجعة الضريبة عن الدخل داخلة في هذه اللجنة. وكاينة اللجنة ديال قانون الإضراب، قانون النقابات، مدونة الشغل. وكاينة اللجنة الثالثة هي لجنة إصلاح التقاعد. هادو هما اللجان الأساسية اللي كاينين، ثلاثة ديال الأوراش. وهادو اللجان الموضوعاتية ديالهم راه خدامين من أكتوبر 2022 وكملوا العام اللي فات. دايرين فيها فهيمية، هما راه تيحوزوا في بنادم باغين يدوه يدخلوه باش يتنقب، هاديك ماشي مشكل. ولكن باش يبداو يخرجوا شي وحدين اللي ما فاهمين حتى شنو مي وبداو يديروا فيها فهيمية، فهاد الشيء راه كلشي معروف، حتى الزيادة اللي غادي تكون راه معروفة، لأن ما عمرهم تيدخلوا تيبداو تيتفاوضوا وهما ما عارفينش الكلفة المالية حقها. راه الكلفة المالية مشات المالية، حنا راه درنا المالية بقي الله رجعوا للمالية. ترى قبل ما تدخل للسوق باغي تشري شي حاجة، باغي تشري شي حاجة، شي تور ولا شي بقرة ولا شي حاجة من تدخل بفلوسك، ولا جيبك عامر ماشي غادي تدخل السوق باش تقدى، غادي تجيب شي تور وانت غادي بربعين ولا خمسين الف. راه من تدخل وقبل ما تدخل في الحوار راك حاط الفلوس مسبقا. هذاك الشيء علاش تيديروا هما قانون الماليه، القانون ديال الماليه ديال 24 هذا راه قرن ازمر العام اللي فات. اذا هذا الشيء اللي غادي تزاد من زيادات وهذا الانعكاس المالي والاعتمادات الماليه اللي غيكلف هذا الحوار الاجتماعي راه مديورة قرنين وزمار. اذا من تنكونوا في التفاوض، فرا النقابات قالت اللي عندها والوزارات هي راه قالت اللي عندها وتبداو يتفاوضوا. بقول لك راه تيحطوا مسائل مبدئيه اساسيه. راه خرجوا وقالوا لك السي دي تي راه قالت 2000 درهم، قالت 2000 درهم. اذا الوزاره راه الحكومه راه غتكون قالت لهم حتى هما المبلغ اللي ممكن تعطيه. تما تيبداو تي شونطاج وما شونطاج اللعيبه، تيديروا هذوك غا وسيله اليه تبينوا لكم الفلوس تفاوض، قالوا لنا 2000 درهم هما كيقولوا 1000 درهم تا وتجنبوا لكم الاصل ديال التفاوض اللي تيتفاوضوا عليه. التفاوض فين كاين؟ ما كاينش في اللجنه ديال تحسين الداخل والاجور والمراجعه تاعك، يزيدوهم ولا ما يزيدوهمش، يشدوا ما عندهم ما قالت شي مشكل، ما قامت عندهم هذا المشكل ديال الفلوس. الاغلبيه ديال هادو راه مقاده لهم الامور ديالهم. اللي تيهمهم هو قانون الاضراب وقانون النقابات. شي في المسائل اللي تتخصهم والحكومه كذلك راه خاصها تدوز قانون يعني اصلاح التقاعد اللي باقي الان تيقول لك ما عارفينش شنايا. التصور ديال الحكومه راه عطاته قبل ما غادي تدخلوا، اعطات التصور ديالها. ولكن كل واحد عنده منفعه، المركزيات عندها منفعه خاصها تدوزها، الحكومه عندها منفعه خاصها تدوزها، والباترونه حاسه من عندها منفعه خاصها تدوزها. مني غادي يوقع هذاك التوافق تما فين غادي يطلقوا اللعب يقولوا لهم دوزوا اللي بغيتوا. احنا ولينا نسمعوا قال لك 1000 درهم او اقل. اذا 1000 درهم تقدر توصل 800 درهم. وعلى مال التعليم عطيتوه 1500 درهم، والقطاعات الاخرى من بينها الجماعات الترابيه تعطوهم قل من 1000 درهم. كي درتو ليها مقابل ان كل واحد يقضي غراضه، كل واحد يحقق المسائل اللي بغا. اذا دور 120 وتسنطونا وتسمعونا في المباشر، راه ما كاين غا
شاليني يا بابا دار 120.